أسابيع قليلة ويحين موسم جني العسل في ليبيا لكن عبد اللطيف الذي يملك 119 خلية لا يبدو سعيدا بهذا الموسم الذي انتظره بفارغ الصبر إذ لا تزال معظم مناحله بلا عسل واقع صعب فقد لا يستطيع تغطية نفقات أسرتي واحتياجاتها بعد تعطل مهنته بسبب ظروف البلاد إذ طالت سنوات الظروف الامنيه بصفه عامه اللي نعرفها احنا الليبيين ككل يعني عرفت الحاجه الثانيه المشاكل اللي عندنا احنا اللي هي مشاكل مشاكل استيراد الملكات والنحل زمان كانت الدوله هي تستورد في النحل والملكات تحت رقابه طبيه كويسه الان الاستيراد كله عن طريق مجهودات شخصيه وهذا اكبر خطا صعوبات يحاول التغلب عليها عبر الاهتمام بمناحله ورعايتها وتوفير الغذاء لكافة النحل لكن ذلك يبدو مستحيلا في ظل مواصلة جرف المساحات الخضراء من الأراضي الزراعية ما أسهم بشكل كبير في قتل النحل النحل في ليبيا يعتبر في تناقص ومعرض لهلبة مشاكل ومش نقول احنا ممكن يوصل لمرحلة مثلا الاندثار أو مثلا مش نقول الشيء ذي ولكن الدولة ما عندها جهد أن هي توقف مع النحل بشكل كبير في جمعية نحل لكن مش قائمين بواجبهم وزارة الزراعة ما عندهاش قدرة وبحسب إحصاءات رسمية تنتج ليبيا 800 طن من العسل سنويا ومع انخفاض الاستهلاك إلى نحو 300 طن جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وازدياد عملية استيراد العسل بأسعار رخيصة أدت إلى إن انخفاض السعر الكيلوغرام الواحد من العسل المنتج محليا إلى نحو 10 دولارات فقط استيراد معظم منتجات المناحل بأسعار متدنية أثر سلبا على قطاع تربية النحل برمته وتجارة العسل التقليدية امر فقمته الحرب بتقلص الانتاج وتراجع تصريفه ناهيك عن عدم وجود خطط لتوفير حلول لهذه المشكلات عبد الناصر خالد العربي طرابلس